السلام عليكم. كشف الإمام الذي دعا صيته وتداول له رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يصلي رغم فرار المصلين بسبب الزلزال العنيف في إندونيسيا، مفاجأة بشأن جنسيته. وقال الإمام اليمني عرفات عبد الغني محمد في لقائه مع فضائية إندونيسيا إنه يمني من محافظة الحديدة، وردا على السؤال عما إذا كان شاهد زلزال من قبل قائلا: لا يوجد في اليمن زلزال، ولكنه حصل قبل 10 سنوات زلزال خفيف في إحدى مديريات الحديدة، ولم يحصل زلزال بقوة زلزال إندونيسيا الذي شاهدته. وقال له مقدم البرنامج إذا كان يعلم أن مقطع الفيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات، قال: علمت هذا من أحد أصدقائي، ولكن هذا الأمر لا أتطلع إليها لأنها لا تفيدني ولا تضرني وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يرصد ردة فعل غير متوقعة من إمام أحد المساجد الواقعة في إندونيسيا لحظة وقوع الزلزال المدمر. وخلال الفيديو واصل الإمام صلاته مستندا على الحائط، بينما ترك غالبية المصلين مواقعهم بسبب قوة الزلزال. وكان الزلزال مدمر بقوة 7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا في جزيرة لومبوك. تبعته هزات ارتدادية بقوة 5.4 و 4.3 درجة، لقي على إثرها 100 شخص مصرعهم وأصيبت المئات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.